مشاكل أسرية لا تنتهي، مشاكل مع الأولاد، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأهل، مع الأبناء، مع الجيران، مع حياتنا، مع أنفسنا، أمراض، وصب ونصب، أسقام، يعني الحياة لا تطاق، حياة لا تطاق. كيف تلتفت؟ مشاكل. كيفما التفت؟ مشاكل. يعني الحياة أصبحت ضنك، كيف ما العمل؟ شو نعمل يعني؟ والله يعني سبحان الله، يعني أنا طبعا أتكلم من تجربة عشتها وحقيقة قطفت ثمارها، وآية أمر جاء يعني أذن الله لي أن تتجلى في عظمة الاستغفار. نعم، في عظمة الاستغفار وعظمة سورة البقرة وعظمة القرب من الله، وكيف نتقرب إلى الله، وكيف نعرف الله، ولماذا كل هذا يحدث لنا. خلينا نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني الحقيقة في بيوت وكأنها جهنم، تشتعل بها النيران كلما اجتمع أهلها في داخل البيت، كلما اجتمعوا يعني تبدأ المشاكل، إن كان الزوج والزوجة، إن كان الأولاد. ما العمل يعني؟ كيف الخلاص؟ لماذا كل هذا يحدث؟ اسمع يا عمي، أنا أقول لك كلمتين، يا أمك بدك تفهمهن يا أمك بكاش تفهمهن. إنها الذنوب وذنوب الخلوات، ويعني إدارة ظهرك لله، وتظن إنك يعني لست مراقب من عند الله، وتفعل ما تريد وكيف ما تريد. والله إنها هذه الذنوب يعاقب من الله عليها. نعم، كل كلمة بتفهوى فيها، كل كلمة بتحكيها سيقتص الله منك فيها. كل ظن سوء بغيرك، يعني تظن سوء بمن حولك، كل كلمة غيبة ونميمة، كل أكل حقوق، كل ظلم، كل استعلاء، تستعلي على الناس تقولهم يعني من هذا ومن ذاك، هذا كلياته والله ستدفع ثمنه. كل تقصير، كل كلمة بذيئة خرجت من فمك ستدفع ثمنها. كيف؟ هي هاي العيش التي بتعيشها أنت، يعاقبك الله عليها. نعم، إلى متى؟ وكيف الخلاص؟ زوجك مسلط عليك، ابنك مسلط عليك، أنت مسلط على زوجك، دار عمك مسلطين عليك، الدنيا مسلط عليك، الديون مسلط عليكم، نعم، الفواتير مسلط عليكم، حياتكم ضنك، أموركم لا تستقيم. خذ أي هذا عذاب. لا، الله جل في علا يقول ما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار الذي من بعده التوبة أو قبله التوبة، يعني توب وألزم الاستغفار، سيغير الله أحوالك. طيب أنا بيتي مشتعل، ما العمل؟ اترك الاشتعال هذا، هذه النار التي في هذا البيت، وأنت أقبل على الله. أنت أقبل على الله بصلاتك في وقتها، وكل شيء، كل حقوق لا أديها ولا 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 تعتدي على حقوق الآخرين، إن كان من كلام أو من ظلم أو أي شيء، لا تتعدى حدودك مع الناس. ابدأ صفحة جديدة كأنك اليوم ولدت. صلاتك في وقتها، استغفارك إلزامه بالليل والنهار، اجعل لك ورد من القرآن، نعم، واجعل لك صلاة في جوف الليل، فخليك كل الوقت على ذكر. ما يكون المشاكل خليها مستمرة شوي شوي، بعد أسبوع، شهر، أسبوعين، ثلاثة، ما أنت مستمر وستزداد سوء، والطلاق سيحصل، والأولاد سيتفرقوا، والزوج يعني أنت مجبور تفهم، تمشي بمسارين، مسار القرب من الله ولا تلتفت ماذا يحدث في المسار الثاني.
لكن خلاصة المسار الثاني هذا الحياة الضنك وهذه المشاكل التي في هذا البيت، المسار الذي أخذته بالقرب من الله، لكن لا تغتاب، لا تتكلم على الناس، لا تتكلم على زوجك ولا أهل بيتك لا هنا ولا هناك، اعرف إن مشكلتك هي مع الله. هذه الأمة وأنت وكلنا مشكلتنا مع الله، هذه الأمة تقصف هنا وهناك، وهذا البيت يتعطل هنا وهناك، وهذا البيت مسحور، وهذا البيت مكروب، وهذا البيت يعني كله وكأنه جهنم، نعم وكأنها شياطين تسكنه. إنها المشاكل مع الله. شو يعني مشاكلنا مع الله؟ بدنا نتوب من الذنوب، لا تستطيع ستستمر المشاكل، لا تستطيع. في طرق استعانة، الطرق الاستعانة هي أذكار الصباح والمساء، أنت بتتهاون معها فيها. أذكار الصباح والمساء هي التي تكبح جماع هذا الشيطان الذي يؤجج هذا البيت. لزوم الاستغفار يعني يأتي برحمة الله عليك عشان الله يرحمك، ولا تبقى أنت في هذا الجو. حافظ على صلاتك في وقتها، انتبه لي لبسك أخوات، نعم انتبهوا انتبهوا. انتوا فتوا على موضوع خلص، أعلن الله الحرب عليكم، أعلن الله الحرب عليكم في هذه الأمور. لسه مشاكل في البيت، قد تتطور المشاكل إلى طلاق وينتهي هذا البيت إلى هباء منثورة كل هذه السنين التي عشتموها حتى تبنوا هذا البيت بسبب عناد. أنا بدي أبقى لابسي اللبس الضيق، أو أنا بدي أبقى في ذنوبي هذه، أو لربما في الغيب والنميمة. والله يقتص ويعاقب، يقتص ويعاقب، ويزداد العقاب ويزداد العقاب ويزداد العقاب، وانت تظن انه زوجك الذي هو لئيم، او زوج او انت بتظن ان زوجتك لئيم. لا والله، الله الذي يسلطكم على بعضكم البعض ويرسل الشياطين عليكم تؤزكم أزا، نعم، ولا تهتدوا سبيل. حتى ما كان الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك تغير ما بنفسك، فأقبل على الله، خلي صلاتك في وقتها، خذ أذكار الصباح والمساء، وأكثر من تاج الذكر هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا بتساوي 100 في الصباح و100 في المساء. أنت مقبل عشان تخلص من هذه المشاكل، لا تلتفت إلى المشاكل، خلي المشاكل على ما هي. سنتي ابدي اصلح ما بينك وبين الله، فإن أصلحت ما بينك وبين الله سيصلح كل هذا، كل هذا الذي في البيت مع زوجك مع دار عمك مع كله سيرضيك الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 100 200 300 مرة. هذه كلمة مهمة جدا، هذه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وباقي الأذكار أنا إن شاء الله سأرفق الأذكار هنا. حافظ عليهم كما تحافظ على صلاتك، حافظ عليهم كما تحافظ على صلاتك، ولكن اعرف هذا سيأتي لك بثمار كبيرة. لكن إذا بقيت في الغيبة والنميمة وظن السوء والطعن والسب والشتم، قلت لك بدهن يسبوا عليك خليهن يسبوا عليك، بدهن يظلموك خليهن يظلموك، بدهن يعني يفعلوا الأفعيل، أنت خليك خط مستقيم ستريت هيديك دغري مباشر إلى الله، لا تلتفت لخلق الله الذي سلطهم عليك، سلط العدو وسلط الشيطان وسلط البني آدم، سلط زوجك وسلط أولادك وسلط دار عمك وسلطك سلطك على زوجك، هو الله عقابا لنا على ذنوبنا. لئن تبنا، والله يا جماعة في ناس الجد أنا أشبههم كسلمان الفارسي رضوان الله عليه، هذا الصحابي الجليل الذي كان يبحث عن الحق، كل الذي كان يبحث عنه الحق، وعندما وجد الحق يعني التزم به. وفي ناس لا تريد فقط كلام، يعني استغفار، تمسك مسبحة تستغفر وبتكذب، تستغفر
وتبقى على التعري، على الغيب، على النميم، على السب، على الشتم، على ظن السوء، على التعالي، أنا خير منه، أنا أنا أنا، تبقى نفس الحياة ما غيرت، ماشي في المسارين، معها مسبحة أو معه مسبحة، وبعده بيسب وبيشتم ودار عمي هذولا الأنجاس الأوغاد هذولا وهكذا، وهذولا الصحراء وهكذا. لا يا أخي، أنا بقول لك اترك دار عمك وزوجك وكلها، تخليه يضل يسب عليك تيشبعوا. انت سير الى الله، خلاص سب، بدك حسنات، بدك تخلص المشوار اسرع، خليهم يسبوا ويشتموا ويقذفوا ويعملوا ما يفعلوا، بس انت بدك تكون متجه الى الله. بداية جديدة، حياة جديدة، انت اليوم ولدت، شو تعمل؟ تفرش سجادتك في وقت الصلاة، كل ما يقول الله أكبر بتصلي صلاتك، بعد ذلك تمسك المسبحة الاستغفار وبتتحصن في الصباح والمساء دائما في جوف الليل، بآخر الليل تجعل لك صلاة طويلة، طويلة جدا، طولها، ممكن ركعات وممكن ركعتين، هاي بتخلي سجودك طويل، وتشكو لله كل شيء، كل شيء عندك، لكن مش تشكو الظلم، إسا قل له أنا بدي أتوب اقبلني، ولزم الاستغفار، لأنه في مرحلة معينة لن يعذبك الله، ما كان الله ليعذبهم أنت فيه، ما كان الله معذبهم يستغفرون. نعم، مش من أول دقيقة أنت توبت، ما بينك وبين الله قلنا قد يغفره الله لك، لكن ما بينك وبين الناس وتستمر بالشتم والسب وهذا ما بينفع. شوي تمشي بهذا المشوار، لكن مش مشوار ينتهي عندما تنتهي المشاكل، لا، هذا مشوار بدك تعيشه، حياة جديدة، حياة جديدة بدك تعيش، انك انت بتصلي في الوقت، انت محافظ على صلاتك، انت محافظ على لبسك، انت محافظ على استغفارك الذي هو الرحمة التي تتنزل عليك، انت محافظ انه ما يكون في عندك ذنوب خلوات، انت محافظ انك لا تسب ولا تشتم، لانك يعني بدك تحافظ على انك لا تسب ولا تشتم ولا تغيبي ولا كذب ولا زنا ولا اباحيات ولا 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 كل هذا، لانه كل هذا يعذب من الله عليه. نعم، ما في ذنوب خلوات، نقبل على الله، شو المشكله؟ فيش مشكله، انت مش رايح تصير ملاك، حتى لو يعني كلمه كلمتين مثلا، لكن هذا قد يحبط كل عملك. ثم لا تلتفت إلا لله، لا تلتفت لغير الله، يعني بدك أي شيء، بدك الله يهدي بالك مع بيتك ويرجع لك بيتك، بالليل لما قلت لك تشكو تبث شكواك إلى الله، كلام هيك عامي باللغة اللي بتعرفها، يا ربي أنا مشاكلي مع زوجي ومع عمي ودار عمي وآلي كبرت أكثر مني، أنا ما كنت مفكر، أنا ما بدي شياطين تلعب فينا، أنا بدي بيتي يرجع يكون هادي وهكذا، أنا يا ربي بعرف أنك أنت بتعذبني بذنوبي، أسألك يا ربي أنك تتوب عليها، أنا قد أقبلت، أتبع السيئة حسنة باستغفاري فلزمت الاستغفار، وايش سجادتي فرشتك عندما كلما أذن صليت، وأتركك من السهرات العرايس هاي والأشياء التي لا يريدها الله ويعاقبنا على الله عليها، ابتعدوا عن الربا، ابتعدوا عن الإباحيات، ابتعدوا عن الغيب والنميمة، ابتعدوا عن ذنوب الخلوات، وشوف التغيير، شوف إن الله سيغير أحوالكم بكل إشي، كل إشي بيضايقك هذا عذاب بالاستغفار، بس بده توبة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فعلينا بالتوبة، الحياة الطيبة، كل تعطيل في الحياة الأسرية، في الزواج، في الأولاد، لكن اجعل هذا الذي قلته لك منهج حياة، اترك هذا الماضي، انت مديون، انت خربان بيتك، انت عليك قروض ربوية، انت حياتك مدمرة، اترك وراء ظهرك، افتح صفحة جديدة، بدي ضايقك صحيح، لكن افتح صفحة جديدة، ما تربط هاي الصفحة بهذيك الصفحة، يعني هذيك الصفحة خليها تتفاعل مع ذاتها
بسبوا عليك بشتموا عليك، البنك بده منك فلوس، انت غرقان في الدين، اتركها هاي، انت مع كاش لا، انت ما معك فلوس سدة، لو معك فلوس سدة، لو معك ترد الحقوق ردها، لكن افتح است صفحة جديدة هي صفحة القرب من الله، تكون صلاتك في وقتها، يكون عندك قراءة للقرآن ولزوم الاستغفار بالليل والنهار مجتهد، خلي لك حلاوات في الاستغفار. أنا كنت أجلس بين الفجر والشروق أستغفر تقريبا 8000 مرة، وبين المغرب والعشاء تقريبا 10000 مرة، نعم، والباقي خلال اليوم. مش أنا ما فيش عندي تحديد أوراد، أنا عندي أني أنا هذا الذي عرفته، هذا الذي طبقته، 30000 استغفار في اليوم، مش 30000، فيش عندنا أسبورة 30 31 32، لكن بدنا سقف عالي، سقف عالي اسمه اجتهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وسطر التغيير. بس أنا يقينا بعرف في ناس تبقى بالكلام بالغيبة والنميمة وتبقى في حالها، لا تريد أن تغير ولا شيء، وتريد أن تنتقم لنفسها. كيف يعني؟ تكلم علي من هذا الوسخ، هذا اللئيم، هذا بصير يتكلم، هذا يحبط كل عملك، ما في عندك ثمار، اترك هذا لله، هاي المشاكل كلها اتركها لله واقبل على الله بصفحة جديدة اسمها التوبة والاستغفار. يا قوم توبوا ويا قوم فقلت استغفر ربكم ثم توبوا إليه، استغفر ربكم، المغفرة والتوبة يمتعكم متاعا حسنا. وبآخر الليل بشوف الليل يا رب، دعاء طويل اشكو له كل شيء، لا تطلبوا الطلاق، لا تطلبوا الدمار، اطلبوا التوفيق، لكن اعرف ده بين لك إذا الله هون الأمور ولين الأمور وبدأت الأمور تقترب من الإصلاح، إياك أن تترك ما بدأت فيه، كل شيء جاء بطاعة الله لن يؤخذ بمعصية الله، سينهيه الله في معصيته. أنت عبدت الله وأعمل عبادتك تصليح ما بينك وبين الله، مش عشان رجالك زوجك وجل رجالك. أول شيء الذي حدث هذا من هذه المشاكل بينك وبين أولادك وزوجك وأهل بيتك والعيلة والناس وكله يطعن فيك، هذا كلياته هاي المشاكل أصلها إنك أنت تذنب والله يعاقبك فيها، فمشكلتك مع الله، فأنت بدك ترجع تعود تعبد الله كما يحب ورضى وتستمر إلى أن تلقى الله. نعم، فخليك طيب وارجع إلى الله، هنا هذه هي مشكلة، بتحل المشكلة بهذا الباب. أما إنك تخلط القديم، إنك أنت متمشكل مع أولادك وزوجك بيحكي عليك وفي محاكم وهكذا، وبتروح أنت بتصلي وبتعود تسب عليهن وبتعود يسبوا عليك، لا، مش راح تحصل ولا على شيء. من ترك شيئا لله عوض الله شيئا خير منه، فاترك هذا الأمر كلياته، إنه بيسبوك وبيشتموك وبيشهروا فيك، ما إني بدي نسبه وبدي نشتمه وبدي نشهره، فماذا تفعل يعني إذا رديت يعني ببطله؟ خل الله، اجعل الله يدافع عنك، ابدأ كون مؤمن، إن الله يدافع عن الذين آمن، ابدأ كون مؤمن، لا تسب ولا تشتم ولا تطلب حق، حقك عند الله، اطلب الحق من عند الله، الله سيأتي لك بحقك، والله مش كلام، كله عايشينه وكله بفضل الله. القرب من الله سيرضيك الله فيه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، دائما ابدأ بداية جديدة من الآن. أذكار الصباح والمساء مهمة جدا إلي، أنا كل يوم بذكرهن، كل يوم بذكر أذكار الصباح والمساء، مش بالصيغة المطولة لكن أذكرهم كل يوم، من سنين مضت، عشرات السنين ما بتركن ولا يوم، مش بالصيغة المطولة يعني اللي بنزلها، لا، بس اللي عنده مشاكل إسا بده الصيغة المطولة. نعم، في زيت مرقي، في أذكار الصباح والمساء، في إنك تنفث بين يديك عند النوم، نعم، كلها هاي شياطين، الله يذهب عنك الشياطين ويذهب عنك الأفكار هذه التي كلها انتقام. ف
فإن شاء الله سأجمع هنا في صندوق الوصية. يعني في التعليق الأولاني صاد التحصينات، فكل يوم الصبح تتحصن فيهن، إلهن أجر عظيم هذولا. يعني تاج الذكر له لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لم يأتي أي واحد من عمل أكثر من الذي قال مثلا 100 مرة، إلا من قال 101 أو 110 أو 105 هكذا، الذي قال أكثر. أفضل الأعمال أجرها هي تاج الذكر من كل الأعمال. فأنت عندك أجر عظيم في هذا، يعني تحط عنك 100 سيئة أظن، ونسيت شو أجره، في اعتاق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وتحط عنك 100 سيئة وتأخذ 100 حسنة، وهكذا. يعني أجرها عظيم عند الله، وهي حرز لك من الشيطان عشان لا يؤذك الشيطان، وهذا كله سيؤثر على بيتك. هذا لأنه أنت الله بالاستغفار لا يعذبك أنت، فكل الأمور التي حولك ستهدأ كله. ما هو إذا البيت عندك بعده معكور وفيه مشاكل أنت بتعذب، فما استغفارك ولزوم الاستغفارك سيغير الله أحوالك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا كان سؤال لأحد الأخوات، أنا بيتي يعني نار تلظى، يعني زوجي وكلام يتكلم علي خارج البيت وأنا أتكلم عليه، وطلاق ودار عمي والناس يتهموني وأنا لست كذا. إنها الذنوب، نتوب إلى الله، افرز سجادتك في وقت الصلاة، صلي الصلاة، خذ المسبح، ابدأ استغفر، اجعل لك ورد من القرآن. أنا لا أقول إلا أن سورة البقرة، ورد من القرآن صفحة صفحتين جزء. نعم، خلي لك صلاة من على الرسول عليه أفضل صلاة وأتم التسليم، يعني 50-170 صلي الآن. إحنا من نعيش الاستغفار، بالاستغفار يرفع الله كل هذا العذاب. وبعد إن شاء الله، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وشوف تفقد نفسك في ذنوبك، في لبسك، في كل هذا الأمر. النمص يا بنات، النمص في عليه لعن، قد تفعل كل شيء ويبقى النمص، أو قد تفعل كل شيء وأنت مرعبي ولا يزبط معك شيء، فانتبه وعهد الله أني خلصت. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإذا في حد عنده تعليقات أو أسئلة إن شاء الله، حتى أفراد البيت كلاتهم سيهدأ أمرهم، مش يوم يومين، جمعة جمعتين، أنت استمر والأمور تبدأ تدريجيا. كل التعليمات التي حطيتها، انك تشغل سورة البقرة داخل البيت، وانك ترش البيت في الماء المرقي، وانك تذكر اذكار الصباح والمساء والنوم، نعم، وكل هذا حافظ عليه، سترى التغيير، والله سترى التغيير. فهذا هو يعني بيت القصيد، انها الذنوب يعاقبنا الله عليها، فجعل لنا طرق أو أسباب كيف يعني نسيطر على الوضع. وبارك الله فيكم.